والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في أو بالعربية ناصر عالم الطيور والحيوانات. خوتي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما تحية خاصة لكل مشتركي القناة من داخل ومن خارج الوطن. خوتي الفيديو هذا راح يكون خاص يعني بكل أمراض الطيور وكل الأدوية تاعهم والعلاج تاعهم. خوتي الفيديو هدايا نصيحة مهم بزاف، لو كان تبعوه إن شاء الله كامل ما راحش يولي عندكم مشكل في الأمراض وفي الموديل تاع الأدوية. مع خونا يوسف اللي نحيوه بالمناسبة، خونا يوسف اللي كنا سبقنا عندنا بالك واحد العام ونص درنا معاه فيديو خاص بالأدوية، رانا وليناه مرة ثانية خوتي. كذلك هو اختصاصي في المقنين والأدوية خوتي. إذا يوسف يعني خوتي راح يعطي لكم كامل لي ديطاي تاع الأمراض وكامل الادويه واش يديروا، باسكو ربما كاين ناس اللي تلقى عندهم ادويه ولكن ما يعرفش الدواء هذايا واش يدير واش اللي من مليح. كاين ناس راسمني يقول لك عندي بروبليم تاع الكبده وشريت الدواء وما براتليش باسكو بالك هي ما عندهاش الكبده ولا شريت لها الدواء اللي ماشي خاص بالكبده لهذا ما براتش. اذا ان شاء الله خوتي دوك نبداو مع خونا يوسف تشوفوا كامل الادويه اللي تصلح كيفيه الاستعمال. خوتي المحل هذا راكم تشوفوا يعني نقدروا نقولوا فارماسيا يعني تاع الطيور، تقدروا تقدموا ليه خوتي دائما المكان راهو في بومرداس. اكزاكتومون يعني الناس اللي تجي لبومرداس سقسوا فقط مزرنا راكم عند المحل دائما. في الاخير نخلي لكم رقم الهاتف تحبوا تتصلوا به خوتي، يعني ادويه تقدروا تحبوا جمله ولا دي طاي ماشي كامل مشكل، وانطلوطون اي مرض عندكم في الطيور ان شاء الله ماشي كامل مشكل مع خونا يوسف. هكذا يوسف بارك الله فيك. اذا خوتي دوك نبداو نشوفوا واش كاين ادويه وكل دواء. اذا خوتي نبداو على بركه الله. هذا يا خونا عمر اللي نحيوه ابراهيم، اسمحوا لي خوتي اسمحوا لي تخلطي خونا ابراهيم اللي نحيوه بالمناسبه. هذا يا كيما نقولوا البرادر تاع خونا يوسف، هكذا يا كيما يقولوا كاين لاسبيكتور لا فرانتيسي، هذه هي يعني 10 ما شاء الله بيناتهم. خونا ابراهيم الله يبارك كذلك عنده خبره الله يسلمك، ولكن الانسان ماهوش حبيبان هو خونا يوسف اللي قال لك نريح مخفي، ولكن ان شاء الله كي تقدموا لحان المحل خوتي ماشي مشكله. شوفوا احنا دائما نقول لكم خوتي الانسان اللي ما يحبش يبان في الفيديو هذه خصوصيه ديالو وماشي حتى مشكل عادي. المهم ان شاء الله راح نفيدوكم بالمعلومات اللي يعطيها لنا الاخ يوسف. هكذا خوتي وكي تجوا المحل راح يتهلاو فيكم لو ماكسيموم خوتي. نبدا خونا يوسف السلام عليكم. نبداو تعريف الادويه خاوتي، نعرفوا الادويه ومن بعد نروحوا كل دواء واش يدير ان شاء الله. ما تقلقوش خاوتي قلت لكم هذا الفيديو مهم بزاف ماشي باش تشوفوه، ولكن خاوتي والله نصيحه راح يعني تتعلموا مليح والادويه كي تولي تشروها ما راحش يعني يغلطوكم خاوتي. هذا ما كان يوسف قول لي خويا نبداو من الان الزاد باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي الله ستان ديزانفيكتون هذا يعني هذا يجي في البيبات يعني عادي البيبات تاع الثوم صح نعالجوا به الاكل الله يبارك الله يبارك. كالسيوم كالسيوم هكذا كالسيوم بليس دي 3 الله يبارك. اسمع كاين بريباراسيون بليس كالسيوم هذا مليح ننصح به بسم الله. هذا بيتاكول هذا منشط كبدي ما نقدروش نقولوا دواء باسكو الدواء ما امبوسيبل باش يكون دواء، هذا محفز كبدي او منشط كبدي. هذا اوسيلينيوم غني عن التعريف. السلام على السلامة الحاجة. هذا اوسيلينيوم هذا لا فيرتيليتي يعني الخصوبة، اوسيلينيوم سي لا فيكساسيون دو فيتامين ولا لو ترونسبورتور دو فيتامين. الله يبارك. اسمها كي تستعمل او لا فيرتيليتي الخصوبة اوسيلينيوم هو اللي ترونسبورتي الله يحفظك الحاجة. السيلينيوم سي هو اللي ترونسبورتي لي فيتامين للكور وين يكون محتاج يديلو. هذا بون لا ميم شوز كالسيماكس. هذا كالسيليكس ستان كالسيوم بون. هذا بايكوكس غني عن التعريف، حنا نجيبو قرعه كبيره وننصحو كل المربيين باش يشرو هكذا دي دوز من القرعه الكبيره احسن. لا مارك باير الله يبارك لا مارك باير باسكو علاش البايكوكس يقول لك كي تعاود تعلبو ايوا نورمالمون هذا كي تخدم به دي جور ترميه
صح ما تقدرش تخليه معلب ولا تخليه مده طويله. صح بارك الله فيك. وجي بوز طيح لهم موان شير في الفري يا اخي. موان شير في الفري بيان سير وحاجه حره. وحاجه حره. الله يبارك. هذا ميطابولي خمائر تاع العلب حاجه مليحه. خمائر بون باش يعوضوا البكتيريا. هذا بيونيتول ما شاء الله تاع العلب ثاني كان ديزانفيكتون. ديزانفيكتون ناتورال. برودوي ناتورال حاجه مليحه ثاني. بون لي زاسيد دي جاست غني عن التعريف. سمعت هذا يروح بلاصي خل التفاح ومنه صح. وهذا لازم تستعملوه دو فوا بار سيمان بوندون توت لاني. توت لاني احسن طريقه واحسن بلونشيمون هو سي بوندون توت لاني. هذا هو لو دي جاست. وكاين بليزيور اسيد كاين بليزيور اسيد يعني احنا بزاف نستعملوا هذا تاع طليان تاع طليان. هذا هاوليك اسيسون بليس اسيسون بليس هاوليك. هذا ما شاء الله احماض عضويه الله يبارك. ايوا هذا ادي طروار ادي طروار غني عن التعريف ما كاش اللي ما يعرفوش تسمي تي فيتامين. بون هذا دواء الكبد اسمه السودياسوت. السودياسوت صح ماهوش محفز كبد. هذا هذا قصور كبدي وكلوي. هذا كي نقول لك يداوي داوي يداوي ما شاء الله بالتجربه واللي ما داوتلوش يرجع لعندنا. هذا دواء للكبد مملك ليون مديناه لهم سورتو تخلطوا بالبيدوز يمد نتيجه ما شاء الله. سيلينيوم ريد سي لا ميم شوز غني عن التعريف. هذا فلوكساكولي ننصح به كل المربين سورتو اللي عنده لازم ولا لازم كرونيك ولا عنده ولا في سياردي يعني اونتي سياردي يضربوا الهواء ومنا هاي ليك كولي باسيلوز مالادي ريسبيراتوار كرونيك سي ار دي بير و كومبليكي ايكولي ميكوبلازم ديزانفيكسيون بكتيريان اسوسي او بروسيسوس فيرو. هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سيرتو اللازم اللي عندهم مشكل في اللازم ولا لازم كرونيك ولا فونتر روج ولا ديجا البارح راسلني واحد قال لي يعني عندي كاماريا ويحل في فمو وكل شيء يعني هذا لازم نقول لك بالتجربه لازم خمس ايام ما شاء الله هذا اسيلينيوم ثاني غني عن التعريف. هذا اسيلينيوم انا نستعمل هذا انا قبل كل شيء مربي قبل ما نكون كوميرسون نستعمل هذا برودوي هولندي يمد نتيجه ما شاء الله. هذا برودوي خوتي سمحوا لي فقط بالمناسبه خونا يوسف يعني ثاني الفير كذلك خوتي يخدم المقنين ينتج المقنين يعني ما راهوش عنده محل فقط يبيع ما يعرف يعني هو بالك واش اللي يحكي لكم عليها كامل مجربه هو كذلك هكذا خوتي يعني شوف انا نستعمل هذا لقيت فيه نتيجه بون مانيش نقول سلعه واحده اخرى ماشي مليحه اي والله ولكن كل ماركه وكل ماركه لا ماركه شفت فيها نتيجه ما شاء الله انا نستعملها. هذا لا ميم شوز فلوكساكولي اي والله قلنا عليه تيكوكس معروفه تيكوكس كوكسيديا ومام فيه التيكوكس فاش مليح كان برودوي ناتورال وفيه مام البكتيريا النافعه يعوض البكتيريا صح. هذا سي ديزاسيد ديزاسيد اللي قلنا عليهم هذا فوكسيفاست جينيريك تاع اسمه سيباسيل جينيريك تاع سيباسيل يقتل الحشرات الحشرات وبالمناسبه شفت الارانب لهنا باسكو هذا متتبعين الارانب هذا يعني دواء ولا شنو؟ هذا اونتيبو اونتيبو هذا يعني حتى يعني خاطر القمله ولا عندهم بون هذا احنا نجيبوه على جلك اليوم ولكن كل واحد والطريقه كل واحد الطريقه ديالك يا شيخ محاربه الفاش بارك احنا المحاربه تاع الفاش تاعنا محاربة تاع الفاش تاعنا الفاش اللي عنده مشكل كبير يعني مع المربين كل واحد وطريقته كل واحد وطريقته وكما يقول الاخ فؤاد منديل اللي نشكروه بالمناسبه نحيوه بالمناسبه فؤاد منديل واحد من 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 احسن المربين على المستوى الوطني ما شاء الله وما يبخلش ثاني انسان الله يبارك وليد عائله هما نعرفوش بيرسونيلمون يعني واحد من المتبعين تاعو ما شاء الله ما شاء الله انسان ما شاء الله الله يبارك يستعمل ايفرميكتين ولا ولا ايفوماك يعني باللي يعرفوها ايفرميكتين ولكن انا يا طريقه تاعي نستعمل ايفوماك ايفرميكتين ولكن بطريقه واحده اخرى انا قبل ما ندير ايفرميكتين ولاكاج ندير لها كريزي الحشاك هذا كفايه صح علاش؟ لانه كي دير ايفوماك القمله تهرب باللاكاج تهرب باللاكاج ندير لها الكريزيل هذا الكريزيل اكزاكتومون يعني ولقينا نتيجه ما شاء الله ما شاء الله سمعت سمانه تخضيع الفاش ايجابيه ايفوماك استعملها
بعد تعاود الرافل بعد تعين سومان تعين سومان بعد نزل تستعملها مدة 6 شهور شهور يعني فهمني تعين سومان تلقى نتيجة ما شاء الله الكسسوا الحسون ولا الكناري هذا الدواء خاص يعني بالفاش هذا يعني بالقملة أخوتي هكذا باش تعرفوا فقط هذا الدواء خاص بالقملة هكذا باش تعرفوا فقط نبدأ يعني بالأمراض يعني البرنسيبال يعني هكذا يا كيما الكبدة كاين أدوية نفوتوا نعرفوا بالأدوية اللي ثاني الأوميغا هذا الأوميغا الله يبارك ثاني ما نعرفوش كشخص ولكن المنتوج تاعه ما شاء الله إنسان ما شاء الله يعني المنتوج ما شاء الله عنده كل أنواع الأدوية أخ نازيم على الله يبارك على ما أظن قيل وليد براحي نشكره بس كل الأدوية ديالو نجحت ما شاء الله هذا النوت سانونتيبيوتيك هذا ما شاء الله بون نقول لك كاره مرض القرن اللي هو الميجا باكتر الميجا باكتر مرض القرن كل واحد واش من الطريقه يتبع صح انا تبعت الطريقه تاع النور كاين اللي نجحت لي فيهم كاينين صح راك فاهم كاين اللي راه يستعمل فانجيزون كاين اللي راه يستعمل بايكوكس كاين ولكن كل واحد واش استعمل انا استعملت النور مع الاوميجا كاين اللي نجحت فيهم اوميجا بليس هذه اوميجا بليس فوا كوكسيديوز كوكسيديا خاص بالكوكسيديا والكبد ثاني فيه نتيجه الام 4 فونتروج دياري لام بروبليم لام ايوا و ميم بور لي شونجمون داليمونطاسيون هذه تحدث تكلمت عليها بزاف باسكو علاش أيوة. كاين بزاف ناس تقول لك الميطاسيون ماشي مليح ولكن انا دافري شخصي جماعه ماشي الميطاسيون اللي ماشي مليح هو كي يجي من ايطاليا ولا يلحق للجزائر راح يبدل الماكله ديالو هذا هو المشكل هذا يعني لا ولا الطقس ولا الماكله تسمى الدواء هذا اللي نورمالمون هو هذا ولا فيغال اكس 2 بارك الله فيك ثاني لازم يعني باش غني عن التعليم خاوتي كي تبدلوا ان شاء الله هكذا كي تشريو تاع الميطاسيون يلزم لكم ادويه كيما هذه ان شاء الله باش ما تلقاوش الامراض المشاكل تبديل المحل تطعيم تبديل مفاجئ للطقس الله يعني شونجمون دو شونجمون داليمونطاسيون ثاني حاجه مليحه اوميغا بوان نوار اوميغا بوان كذلك بوان نوار يعني تكلموا يعني بزاف المتتبعين تاعنا عندهم مشاكل يعني في بوان نوار في الفرخ والطريقه تاع الاستعمال تاعها دوك نذكروها انا استعملت جرين فيت استعملت تيلون استعملت انا نجحت لي اوميغا بوان نمت الله يبارك ونشكره وطريقه الاستعمال تاعها طريقه الاستعمال تاعها دير لو فون دو بوشون في الماء قبل ما دير الافانتي صح سمعت عندها عده طرق اسمها هذا الاستعمال البوبيلار كما نقولوا احنا استعمال يعني اون ديريكت للفرخ داكور صح صح ممكن استعملها في باغ اكزومبل دون زان بوشون ولا هكذا صغير تعملوه في الماء صح في الماء ديروه هو قبل كل شيء بالافانتي علاش باش يتحلل مليح باش يتحلل عليه الافانتي وتوكل الفرخ اكزاكتلي يقول لك النتيجه تظهر في نهارها في نهارها ما شاء الله ما شاء الله هذا سالونتي ستريس هذا اون كاد شوك ولا اون كاد كاش كما يقولوا كاش واحد زوج اللي يضرب ابو عمار اللي يطيح اللي فاهم اي والله زلزله باغ اكزومبل ولا ما تبدل له المكان تبدل باغ اكزومبل المحل ولا صح ثاني اونتي ستريس حاجه اللي هذه كما يقول لها الفيميجان كورونافيت هذه بون سان كاش نشعلوه صح نشعلوه سان ديزانفيكتون ديزانفيكتون كان يقول لك ضد الفاش بون ماهوش ضد الفاش ماهوش ضد الفاش هذا درناه يعني هذا اوسيلينيوم تاع الاوميغا نسقسيك الاخ يوسف دوك بون هذوما الصغار اللي كامل هنايا كامل في القارورات الكبار هذوما ولا بون الصغار هذوما كاين اللي يحب هكذا برودوي فيتيرينار كاين اللي يحب هكذا صح تسمى هذا الفيتيرينار يخدم بهذو لي برودوي جينيرالمون بالكبار وهذو ما يتباعوا في المحلات هذو بريس كامل سيدي برودوي فيتيرينار كل واحد كل واحد درك هذا الاخ نازيم ماهوش يصنع الدواء وحده صح صح بيان سور وشنو يعرف كل حاجه وفاش يستعمل شنو الضمان ديالو هذه فايمي كولين ثاني محفز كبدي ونشكره ثاني اللي يقول لك هذا لازم تستعمله على العام على العام يعني على مدار العام اكزاكتومون باش ما يمرضلكش بالكامل تفادى الامراض لانه درك الاكل اللي يقول لك نستعمل الطبيعي ولا درك الاكل كامل فيه المواد الحافظه المواد الحافظه فيه المواد حنا وما نش ناكلو ناتشورال اكزاكتومون تستعمل هذا هاي اللي كيقول لك وي جود
دون 50 مليلتر 2 à 3 فوا بار سيمين بوندون توت لاني ماهوش غلط. هذا منشط كبدي بور ايفيتي لو بروبليم تاع الفوا. بون هذا سيدي فيتامين، هذا ميدا كانتو، هذا ميدا كانتو هاني ثاني عن التعريف، هذا اللامي السقاط ولا اللي رمالو ليكليم ولا ميدا كانتو بليس يسمى يسرح في الغناء. هذه 4 بليس بون كما يقولوا ناجحه ناجحه تاع الاقليم دور. ربي عالم انا ما جربتهاش ما جربتهاش هذه هي. كان يقول لك الكات بليس تخلطها مع لي زاسي، تخلطها مع لي زاسي. هذه صبرني الكانتو، هذه نعرف باش يحسون يزيد في الغناء تاعو. سمعتني اللي عنده الحسون ما عندوش الدور زي كما يقولوا. صح الاخ يوسف باش ما ننساش فقط برك عطف رطيس يعني برك. كاين عنده دواء؟ كاين دواء ما شاء الله. الله دابا ما شاء الله شكون يتفكر خاوتي هكذا واش راهم يراسلوني باش نتفكر فقط. رطيس نعطيك طريقه ناجحه ناجحه 100%. صح ما كانش هذا ميدوكس سي انتيبيوتيك ثاني يستعملوا البلونشيمون. صح هذا بوستوك ثاني موتيفو ضد الفاش. هذو الادويه اللي شفناهم كامل يعني مقرين ولا كناري ولا بيريش يعني كامل طيور هكذا كامل طيور. هذا في الستوب تاع الراد فيغا ملتي فيتامين يعني هذا ما شاء الله نقدر نقولوا هذا استعملته ما شاء الله. ها خونا ابراهيم خوتي مرحبا بكم خونا ابراهيم فونتروج دي ما شاء الله. هذا يا فونتروج هكذا يا الله الله. انا سيرفيت معروفه من بكري سيرفيس فونتلوج دياري سمعت لابول اسم الانتفاخ سمعت بايكوكس عرفناها ديجا مطلوب دور. هذه لاقال مشكل في السبعتين لاقال هذه ما وشنو لاقال لاقال هادي كي ناكلو شغل تري بيان شامبينيون شامبينيون اكزاكتومون كاين ناس كذاك سقساتني خاوتي اللي تشوفوا رجليه يعني شغل فيهم شامبينيون مخسرين يعني ها هادي ها يقول لك علاش واحد من الناجحين باسكو يوضح لك كل يوضح لك ويوضح لك حتى الطريقه. سمعت هذه بور امي ريزولتا فات ان تريتمون ديفوماك اسمها هذه تزيد لها ايفوماك في المخ ايفوماك سوليسيون اورال. وهذه شغل ديرها في الماء ويشربها و... ايوا داكور داكور. هذه منفوسه تاع لا بودر تاع القمله تاع القمله ان شاء الله. هذه ميجا باكتر اورني بون كاين اللي نجحت نجحت من الانسان ما يكذبش انا نجحت لي نجحت لي في حب كانوا بعض الحساسين مرات استعملتها لهم الحمد لله الله يبارك راه ناقصه خوتي يعني شتو شتو الادويه الله يبارك هذه هما ادويه ل يعني الامراض كذلك انا نعطي لكم ادويه اللي خاصه بال بالكوفلاج بريباراسيون يعني كاين بزاف ناس اللي انا كل ايفرميكتين 0.1% هذه اللي من... اللي تستعمل في الرقبه ضد الفاش ضد الفاش كذلك. أيوة. صح هذه تستعمل في الرقبه صح صح بون ما ننصحش الاخوه باسكو كل واحد واش يقول سيرتو فوق لا كوبلومون ايوا ما ننصحش بالاستعمال تاعها دركا باسكو كاين اللي يقول لك تقتل عنقود المبيض تحبس يسمع صح صح كاين اللي هكذا انا استعملتها استعملتها وحقيقه لا فيمال حبست حبست اذا انا كل واحد واش يقول انا ما عنديش معلومه فيها مؤكده ولكن استعملتها الانثى كانت مدوره على عشق الحبس ديالها بلوكاج اذا هذه سوليسيون اورال مليحه ثاني الفاش الرئوي مليحه ثاني حتى التفرطيس هذه اللي كنا نحكوا صح التفرطيس يعني التفرطيس وشنو بطريقه نوريك طريقه الاستعمال ديال التفرطيس. فاهم شوز هذه ايفوميك سوليسيون اورال خوتي يعني هاهم الادويه راهم يوريهم لنا دوكا يعني ما شاء الله خوتي المحل قلت لكم يعني الله يبارك خوتي كاين تقدر تقول لكم فارماسيان تاع الطيور لانه كاين فلاس كامل ادويه انا نقدر نقول لهم يخص حتى دواء يوسف يعني كيلاس كاين كامل. حنا شوف يا اخي ناصر حنا الدواء اللي راه كما يقولوا ناجح كما سقسيتني انت قلت لي على الضبابه الضبابه باسكو البارح سقساني واحد ما كاش دواها وما نكذب على حتى واحد صح وشريت لي زوكير هذيك ما بعتهاش ما بعتهاش لأن لاني انا دركا كي نجيب دواء نجربه نجربو قبل ما نجيبو نبيعو الكلية. قدرني واجبت نيكتون نيكتون اس ديت دي بتي بوات
باكيتش كبار لي من تصلاح والاس البريباراسيون البريباراسيون داكور داكور راه لا عبارة يدور غير المغشوش غير المغشوش ما نكذبش انا شفتها من عند انسان يعني صديق وذو ثقة وذو حرة ولا ماشي حرة راهم يقولوا لك يدخل تاع تونس ما عندها حتى ما عندها نتيجة بالفطر دخل لك زواوش فوسني ما جبتها سيدها في زوج مقال ناصر صبتها ماشي ناجحة ما يشدور عندي سي دوماج سي دوماج الحاجة اللي ماشي ناجحة ما نقدرش نضمن فيها نضمن فيها صحيح سيرتو هاي كليون يستنى لا كوبليمون هذه خطرة في العام ما تجيب له جيب له دواء لي جيب له دواء مغشوش هاك معايا راح يكرهك ابي زيد قاعد تجيبهم مسكين هذه سبتي دارم يعني تفرطيس تفرطيس خالتي هذيك يعني الصوره راهي مصوره تفرطيس باش كيفاش رجع ولكن انايا بور لانستون ما استعملتوش انا عندي طريقتي نستعملها دوك نوضحها لك نكملوا خوتي دائما مع خونا يوسف خوتي عندنا هذا الدواء تاع اوميغا ثاني بارازيت دي ساكي ايريان هذا تريكومونوس هذا خاص ثاني شغل اللي يروح للريش من العين هاني تو هاي الله يبارك ما شاء الله خوتي يعني كاين أدوية الله يبارك هذا فيرميفيوج هذا اللي من يصلح دودة الدودة هاي ايوه خوتي اللي عنده الدودة كذلك ولكن بون انا ما استعملتوش صح كاين دواء كومبي وورم ضربة بسرعة خويا هذا يا ما شاء الله شوفوا خوتي سمعت ان كومبريمي يروح الدودة هادو سي ان دي كومبريمي هذا كومبي وورم من لابوط يعني شابة ما شاء الله دائما سي لامبورتاس معروف داك معروف داك معروف انا عارف وشنو هذه فور بزاف فيه ما شاء الله تاع برودوي هولندي نورمال هذا دوك نورمال حبات ديرها في البيفات دوب ولا ولكن كاينه حاجة بزاف اللي عندهم المشكل هذا في الدود المعوي سمعت انا بزاف اللي عندهم المشكل في الدود المعوي يستعمل الفيرميفيج يقول لك يا ودي ما نجحت ليش باسكو نو ما يكونسيوهمش ما ينصحوهمش انه يتخلاو على الاكل والماء مدة 3 ساعات قبل ما تستعمل الدواء انا ننصح كل مربي الطريقة الناجحة والطريقة الاصح ما ياكلش طروازير يعني ما ياكلش ثلث سوايع سوايع لازم يكون جيعان ثلث سوايع وما يشربش ثلث سوايع باش تستعملها باش يستعملها ما ديرها له ديرك يرميها ديرك الله يبارك فهمتني الله يبارك هذه عندنا خل تفاح بيان سير خوتي هذوما يعني حاجه خوتي كذلك يعني بون خونا يوسف ما عندوش ادويه خبره في الادويه يعني ولكن كاينه ادويه يعني عندهم ادويه اللي ما نكذبش خوتي عادي يعني تحب تشري دواء كاين ادويه هذو لا قال جيم بومات بور لا قال هاي ليك بوماد لي من لا قال ولا شامبينيون تري شامبينيون صح هذه الشابه بزاف خاوتي هذه الشامبينيون اللي عندهم جرين فيت جرين فيت ثاني بوماد ديالها ما شاء الله تاع جرين فيت دونك يوسف يعني المتابعين دائما يحبوا يعني الاسعار يعني هذو الادويه اللي كامل شفناهم يعني شحال يعني الرخيصه كامل والغاليه كامل شحال يعني 35 كاين 40 كاين 45 كاين 50 كاين 70 خوتي يعني اسعار ما راهيش نقولوا يعني مبالغ فيها ولا انسان كيكون عنده مقنين ولا لي سؤال جميل في الجملة ماشي خسارة فيه أدوية حتى كماري ولا ماشي خسارة هادو ما عرفناهمش أنا رجعت نستعملهم سيديزاسيد هادو هما سيديزاسيد ما هذه مليح لللام بروبليم لام مليح مام الميغا باكتر انا نستعمل لاسيد والبروبيوتيك باسكو كل واحد وطريقه كل طريقه تاعو انا نستعمل غير لاسيد ولا باسكو بزاف مربين يستعملوا لي زونتيبيوتيك بزاف حتى هلكوا الطيور تاعهم صح اكزاكتومون سي وخلط خلط دير هذه 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 هذا هو المشكل استعمل هذه دوك الاخ يوسف يعني حدثنا رانا كما يقول لك فوق تزاوج كذا واش يعني الحاجات فيتامينات ولا اي حاجه اللي نعطيهم يعني الطيور تاعنا الان باش يعني يوجدوا لنا مليح ولا نتجنبوا البيض الغير المخصب ولا يعني البلك المال يكون فابل ربما يكونوا ادويه اللي الطريقه الحسنه والطريقه المليحه في الانتاج
لازم الطائر يكون بون سونتي. هاي هذه دائما نقولها لهم انا كذلك، يعني يكون بون سونتي. يقول فؤاد منديل مع كل احتراماتي لكل المربين يقول لك اللي ماهوش يستعمل لي زاسيد والفولين فور موا ماهوش مربي، الحقيقه لاني انا واحد انا نستعمل لي زاسيد والفولين على مدار العام. هاي معايا هذه هي كيف مد لي زاسيد والفولين على مدار العام واش يكون؟ يكون الطائر صحيح. صح معايا يكون صحيح ما عندوش امراض ما عندوش، فهمتني؟ تا كي تستعمل له لي ملتي فيتامين ولا تكون بريباري فيه بريباري هو ديجا راهم بون فونتي. كاين بزاف اللي يقول لك استعمل ادي 3 تخليه فوسمي. صح فهمتني؟ كاين اللي يقول لك استعمل اوسيلينيوم تخليه فوسمي. فوسمي فهمني؟ علاش ما كانش مسقي البلونشي وما كانش مبلونشي عمليه طبيعيه؟ صح ما كانش الطائر ديجا ما كانش مليح من بعد تفورسي معايا امور. انا نستعمل انا الطريقه تاعي عندي دو جور بار سيمان دو جور لي زاسيد من بعد نستعمل الاوسيلينيوم كالسيماكس. طريقه ثاني نجحت فيها كالسيماكس نخلطها مع الاوسيلينيوم. ايوه نستعمل 6 قطرات من كالسيماكس و 4 قطرات من الاوسيلينيوم. معايا وشنو نبدا درجه كيما يقولوا درجه ونكمونتي وموراهم سي توجور نستعمل المنشط الكبير. صح علاش؟ باسكو هادو فيهم لي ريزيديت دو ميديكامون وتوكسين فيهم اعراض. فهمت؟ يحل كل كبد ما كي تمد الدواء كي تمد لي فورتيفيون ولا فهمت كالسيماكس اوسيلينيوم ادي 3 دو بريفيرونس تستعمل بيدوز ولا المنشط الكبد باش يعاود يصفي لك الكبد. خوتي يعني هكذا انا نستعمل قلت لك نستعمل كالسيماكس في المرحله هذه لحقنا المرحله الانتاج جاي يقول لك درك ادي 3 الناس تبداها في اكتوبر جملتي فيتامين تبدا لا بريباراسيون مع وقت الراحه. صح وقت الراحه انا درك راني لحقنا المرحله النهائيه درك بداو يدوروا العشوش فوق ال 15 مارس سي بون الحق مرحله التزاوج. درك انا نستعمل كالسيماكس البيض يخرج صحيح هو يخرج الكالسيوم يكثروا البيض يخرج البيض يدي لك ربعه الله يعني. فهمني كاين اللي تكون مون كالسيوم ترميهم لك شغل كوم دي بوش اكزاكتومون دي بوش سي دي ساشي اكزاكتومون ناقص الكالسيوم نمدوا الكالسيوم ونمدوا الاوسيلينيوم لا فيرتيليوم خطوبه فاهم باش المال يقيسهم كامل. هذه هي اذا خوتي يعني راكو يعني ان شاء الله تبعتوا معنا كامل هذا الفيديو لانه مهم. خوتي كاين كامل الادويه ان شاء الله تزوروا المحل. قلت لكم خونا يوسف الله يبارك يعني عنده خبره ما شاء الله. خوتي كنا درنا لكم الفيديو الاول اللي كان خاص بالحسون وخوتي الحسون كذلك مازال كاين ويزيد يدخل ان شاء الله هذه الايام. اذا يعني اللي يحب الحسون يقدر يجوز ماشي مشكل والادويه كذلك الله يبارك. الفاش في الاعشاش راه نستعملوا الكولي. صح الكولي تاع الكلاب ولا تاع القطور تقطعوا دي بتي مورسو وتلصقوا في الاعشاش ولا ديروا تحت الطابي ولا فوريفيتي لو بروبليم. فوريفيتي لو بروبليم هذه الطريقه البلجيكيه والهولنديه يقوم بهذه الطريقه. حتى التزاوج يستعملوها ما شاء الله. وانا استعملتها واستعملتها الحمد لله نتيجه ما شاء الله. اذا خوتي نشكره يعني انه عينه معنا. يعني معيتوني هذه نعتبروها صدقه جاريه. بارك الله فيك خوتي. ما نبخلوش على المربين باسكو حنا مربين. يعطيك الصحه. ما كناش نحبوه حنا با دي كوميرسون حنا مربين بحال كيما يقولوا فتحناه بور لو بليزير برك. صح اذا خوتي نعطيكم نظره خفيفه فقط هكذا يعني هاوليك الماء حال كيفاش يعني هذا سي لا بوتيك شوفوا واش فيها خوتي الطيور كامل. اذا درنا لكم سؤال. الحمد لله شفت الصباح ديجا بعينك الكوب نتاع العام هاوليك صورهم. شيخ خوتي هذه قلت لك كاين اترك الحسون على الغريزه تاعو ما تسيباري ما والو خليهم يحبوا خوتي صباح تكوفلا وعادي ما شاء الله يعني ما شاء الله عادي مملكوك هذا هاوليك عندنا كوك كذلك ثاني وثمانية قليل هادو هما خوتي وعندو في البيت مربي ولكن هادو جابهم للبيع وكذلك يعني باش نعطيكم نظرة يعني كما يقولوا الناس تحب تشوف حاجة حصرية قدامها هكذايا كوف المفورمي وكل شيء. إذا إن شاء الله كما يقولوا يكون عجبكم الفيديو هذايا نخلي لكم رقم الهاتف خوتي راح نزيد ندير لكم إن شاء الله جزء ثالث لنور لكم كامل المحل واش فيه لانه عنده سلعه الله يبارك لك سواء من الاكل تاع الكلاب من القطط كذلك من طيور الزينه الكناري الكالوبسيت خوتي الفيريش يعني كاين كل شيء. ما باش ما نطولوش عليكم الفيديو وندير لكم جزء ثالث كذلك ان شاء الله هكذايا باش تعرفوا على المحل مليح. دائما خوتي المحل جاي في ولايه بومرداس بلديه بومرداس يعني جزء مع الدخله تاع بومرداس سقسي ومزرن انا كبير باش كان يستعمل الدوده تاع الكلاب
كاشي تاع الكلاب. كاشي تاع الكلاب. نصيحه انا نقول له استعمل هذه باسكو بزاف اللي يستعمل كاشي واحد اخرى. العصافير. 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 يستعمل كاشي واحد اخرى يصراو له يصراو له مشاكل في الحصون ولا يموت. صح صح. علاش؟ كاين فيرميفيج وكاين فيرميسيدا. هذه مليحه بارابور الاخرين باسكو كاين اللي تقتل الدوده داخل الكرش والدوده تطلق دي برودوي توكسين كاين اللي تخرجها حيه. تخرجها حيه ديريكت اون بيوار تخرجها حيه ثاني. الله يبارك ما شاء الله. هذه كاين اللي يقول لك كاين اللي يدير هذه ولا من بعد تقتل له الحسن. تقتل له الحسن ديالو باسكو تطلق له دي برودوي توكسين. هذه هي اخاتي للقطط. يعني ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في الفيديو هذا. قلنا لكم يعني المحل في بومرداس خاوتي سقسو فقط باتيسيري مزرنا راهو جوست قدامه. يعني زوروا المحل حاجه ما شاء الله. خويا يوسف اعطيني فقط الرقم ديالك لان الناس تحب تتصل. 06 76 07 93 45 والنجمة 05 57 80 66 42. اذا خاوتي هادو هما الارقام. الاخ ابراهيم المساعد الاول. قلنا خاوتي لا فرانتي اعطيني انت النيميرو ديالك. 06 58 34 06 15. اذا خاوتي عندكم ثلاث ارقام تقدروا تتصلوا ماشي مشكل. خاوتي دائما الله يرضى عليكم احترموا الوقت فقط. يعني الانسان ماشي عيط 12 تعليل تاع الصباح الناس خدامه الناس مزوجه بولادها لازم ترقد. عندكم الوقت خاوتي من الصباح حتى السبعة تاع الليل ماكسيموم 8 يعني كحد اقصى. هكذا خاوتي نقول لكم تهلاو في رواحكم. راح يكون جزء ثالث كذلك باش تشوفوا المحل كومبلي واش فيه باش ما نطولوش عليهم. مربي وناجح طريقة التربية تاعو يتبع طريقته. يتبع طريقته. هذه اكزاكتومون سي فري. يعني دائما احنا نقولوا سقسي المجرب وما تقصيش طبيب. اذا خوتي نقول لكم تهلاو في رواحكم. قناة ناصر تحييكم. السلام خوتي.